السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم أحبتي طلابي الأعزاء، عدت إليكم من جديد في درس الدين الإسلامي للصف الرابع والثالث الابتدائي، وأيضا محبة الصحابة للنبي الكريم. معكم المعلمة المرشدة نجوى أبو الهيجة. كيف أصبحتم اليوم وكيف حالكم؟ هل أنتم جاهزون للدرس؟ هيا بنا. ماذا سنتعلم اليوم؟ أولا سنفتتح درسنا بالإنشاد، بعد ذلك نعرف الصحابة، صور من محبة الصحابة للنبي الكريم، مفهوم الصحابة ومحبتهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعطي نماذج من ذلك، محبة الصحابي معاذ بن جبل، محبة الصحابي عبد الله بن رواحة. نجمل درسنا، نتدرب بأعقاب مشاهدة فلاش حول الصحابة، هيا بنا. أيضا أرجو منكم أن تحضروا جميع الأدوات القرطاسية، تتابعون ذلك بهدوء ونظام من دفتر وقلم ومقص وأدوات تلوين وألوان والممحات والدبق إلى آخره من كل ما نحتاجه لدرسنا لهذا اليوم. هيا نبدأ بالإنشاد وركزوا معي لهذه الأنشودة الجميلة، بإمكانكم الغناء معها أيضا. إذا أحبتي، وبعدما استمعنا إلى هذه الأنشودة الطيبة، عرفنا أن رسول الله ونبي الرحمة ونبي التوبة وخاتم الأنبياء والمرسلين. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بالإنشاد في هذه الأنشودة. التنافس في محبته صلى الله عليه وسلم كانت بارزة ومن صفات الصحابة عليهم السلام، فمن صور إخلاصهم في محبته عليه الصلاة والسلام التنافس والسعي في محبته، فكل كان حريص على أن يفوز بحب رسول الله الكريم أكثر من غيره. تلاحظون معي الصورة التي أرفقتها هي صورة النبي، صورة مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحد أبواب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. حقيقة سنتعلم الآن أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قد أوجبه الله تعالى على كل مسلم ومسلمة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من سورة التوبة، الله سبحانه وتعالى قد أوضح أن رسول الله يجب أن يكون أحب إلى الناس من كل شيء يملكونه في الدنيا، من كل شيء، سواء كان الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو الأزواج أو القبيلة أو العائلة أو الأموال أو التجارة وإلى غير ذلك. يجب أن تكون محبة رسول الله هي رقم واحد وهي في القمة وفي سلم الأولويات. المحبة كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته، بالإضافة للآية التي قرأتها أيضا في القرآن الكريم مكررة في عدة آيات وسور، فقد أوجب ذلك رسول الله سبحانه وتعالى على لمحبة رسول الله. قال تعالى كما قلت وأوضحت هذه السورة: والذي لا يطيع الله ورسوله طبعا لا يهديه الله ويعتبر من القوم الفاسقين. صور من حب الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أبرزها كان الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وطبعا التي جرت طبعا ضد الكفار في ذلك الوقت الذين عبدوا الأصنام من قبيلة قريش والقبائل العربية في جزيرة العرب، التي استوجبت أن يشنوا الحرب في تلك الفترة التي اعتادوا عليها أيضا في الغزوات وفي أيام العرب. خوفهم من فراقه، من حبهم لرضوان الله عليهم الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفهم على فراقه ومن يألفه عليه الصلاة والسلام ويتعامل معه، لا شك سيجزع لفراقه، فهو كان مصدر الأمن والأمان لأصحابه.
كيف لا وهو الذي أنقذهم من جاهليتهم العمياء إلى نور الإسلام المبين. أعطي لكم مثالا صغيرا، كانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها من الحطب، وعندما يبردون يشعلون النار بها ويستدفئون بهذه الأصنام، وكانوا يصنعون من التمر أصناما، فعندما يشتد بهم الجوع يأكلون هذه الآلهة من التمر ومن البلح، وهذا شيء للأسف مضحك ويدل على جاهليتهم رغم كل العلم ورغم تطور الأدب واللغة التي وصلوا إليها في ذلك الوقت، إلا أنهم في باب العقيدة والإيمان كانوا جاهلين. حسن معاملة النبي الكريم للصحابة. كان الرسول الكريم يعاملهم كل حسب طبعه وسنه، فهو الأب الحاني لكل طفل، وقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العائن يعني المعين لكل مسلم، وهو النصير أي المساعد لكل محتاج، وهو السند أي الذي يعتمد عليه والذخر لكل يتيم. فكيف لا ورسولنا الكريم قال له رب العالمين: وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، عليه الصلاة والسلام. محبة الصحابي الجليل معاذ بن جبل، وهو سفير رسول الله للإسلام في المدينة المنورة وأيضا في اليمن. لقد أخرج أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، خرج إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يحبونه شديد الشدة، من شدة حبهم لرسول الله لم يستوعبوا فكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يتوفاه الله قريبا. قصة جعفر وعلي وزيد إنها من أجمل القصص التي قرأتها في حب رسول الله. تعالوا بنا نتمعن هذه القصة الجميلة، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني طمأن كل واحد فيهم وأعطاه حقهم من المحبة. روى أسامة بن زيد عن أبيه قال: اجتمع علي وجعفر وزيد بن حارثة، فقال جعفر: أنا أحبكم إلى رسول الله. وقال علي: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله. فقال أسامة، فجاءوا يستأذنونه، فقال: اخرج فانظر ما من هؤلاء. فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد. فقال الرسول: ائذن لهم. فدخلوا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب إليك؟ قال: فاطمة. يعني استراحوا. قالوا: نسألك عن الرجال. إذن النبي عليه السلام كان صريحا: من أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة، ابنته فاطمة. فقالوا: لا نسألك عن أبنائك، بل نسألك عن الرجال، عنا نحن. فقال: أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي، وأشبه خلقي خلقك، وإنك مني ومن شجرتي. سبحان الله. إذن يقول أكثر واحد كان يشبه رسول الله في الشكل والخلق طبعا والخلق هو جعفر بن أبي طالب عمه. وأما أنت يا علي فخنتي وأبو ولدي، وأنا منك وأنت مني، وأنا منك وأنت مني. إذن وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. ففضل زيد وكرم الآخرين. خلاصة الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنصف الجميع بكلامه، وقد وزع محبته بمقدار ما يشعر به حقا تجاه الصحابة. من علامات محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الامتثال لأوامره، فهو من عظيم ما كان يشعر به الصحابة
هو الامتثال لأمره، أي طاعة رسول الله في كل ما يقول وسماع رأيه وإجابة ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه، وذلك صدق محبتهم له رضوان الله عليهم. محبة عبد الله بن رواحة للنبي الكريم. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب، فسمعه وهو يقول اجلسوا، فجلس مكانه خارجا عن المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله، طبعا من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، حتى أن عبد الله عندما سمع الرسول يقول لهم اجلسوا ولو كان خارج المسجد جلس طاعة لسماع ما أمر به رسول الله حتى ولو كان حاضرا في ذلك المجلس. سؤال للتفكير الآن، أطلب منكم أحبتي أن تفكروا قليلا وبعد ذلك نجيب مع بعضنا. ما أهمية محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا بنا نفكر قليلا ولا تتسرعوا بالإجابة، تفضلوا. إذن أحبتي، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسولنا الكريم، ولأنه بعث هداية ورحمة للعالمين، ولأنه في الآخرة يقوم مع طبعا بالشفاعة لنا صلى الله عليه وسلم. نحن نحب رسول الله، ولنشاهد هذه المحبة علينا أن نتابع بهدوء وبتركيز، نشاهد هذا الفلاش لأننا نحتاجه بعد قليل في مهام التدرب. أرجو منكم الإصغاء أحبتي ولنتابع بهدوء، تفضلوا. أحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري. المؤمن حق الإيمان هو الذي يقدم حب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حب الناس. على المؤمن تقديم طاعة الله ورسوله على طاعة من سواهم من الوالد والولد والناس جميعا. قال تعالى
إذن أحبتي، ومن يحب الله ورسوله ويطيعهم طبعا يدخله الله سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم كما شاهدنا في هذا الفلاش الصغير. ننهي ونجمل أحبتي، لقد عبر الصحابة عن محبتهم للنبي الكريم في صور عديدة: الدفاع عنه في الغزوات، رد الأذى عنه، الخوف من فراقه، التنافس في محبته وفي محبته. أحبتي، شددت على ذلك: الإخلاص في النية في وده، الامتثال لأمره في كل ما يقول، سماع رأيه وإجابة ما يأمره، والانتهاء عما ينهى عنه. هيا بنا الآن لنتقسم إلى مجموعات أحبتي لنتابع في مهامنا الجميلة لهذا اليوم. أولا، أطلب من المجموعة الأولى أن تكتب ما هي أهمية محبتنا للرسول الكريم. المجموعة الثانية عليها أن تجب هذا السؤال: كيف أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام؟ والمجموعة الثالثة عليها أن تكتب رسالة محبة للنبي الكريم. والسؤال الثالث والرابع للمجموعة الرابعة: لماذا أحب الصحابة الرسول الكريم كل هذه المحبة؟ وأخيرا للمجموعة الخامسة، مطلوب منها أن تفتش عن نماذج محبة للرسول الكريم لصحابة آخرين. بوركتم، تابعوا بحل هذه المهمة حسب الوقت المطلوب، وبعد ذلك سنجمل مع بعضنا البعض ونحل مع بعضنا هذه الأسئلة. Oh,
شكرا أحبتي على المتابعة والمشاركة. ألقاكم في لقاء آخر من جديد. إلى اللقاء.